وجهوني فضيلة الشيخ إلى حكم السلام على الأجنبي كسائق الباص مثلا وما أشبه ذلك، كيف هي الطريقة ولا سيما إذا كان صوت المرأة له ميزة معينة؟ جزاكم الله خيرا. معروف أن صوت المرأة أنه قد يحصل فيه فتنة وقد لا يحصل. صوت المرأة إذا كان فيه خضوع وفيه ميل يؤثر في نفس سامعها فإنه لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهذا وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لجميع نساء الأمة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء الأمة، بل نساء الأمة أحرى في هذا التوجيه، وفي حقهن آسف لأن الورع الذي في قلوب سائر النساء لا يساوي الورع الذي في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهاهن الله عن الخضوع بالقول غيرهن من باب أولى. فإذا كان صوت المرأة يترتب عليه فتنة فإنه عورة، لأن تمازح الرجل الأجنبي أو ترخم صوتها له بحيث يكون فيه لذة ويصغي إليه الرجال إنها تغض صوتها. أما الكلام بقدر الحاجة الذي ليس فيه فتنة، يعني تسأل الرجل أو تسلم عليه إذا لم يكن في هذا مفسدة فلا بأس بذلك. القول بالمعروف وقلنا قولا معروفا يعني ليس فيه فتنة، هو قول معتاد بين الرجال والنساء. جزاكم الله خيرا. ماذا شيخ صالح لو تكرمتم عند كتابة الرسائل، عند الكلام بالتلفون وما أشبه ذلك؟ كله من هذا النوع. كتابة المرأة للرجل رسالة لا تكتب إلا كلاما عاديا بقدر الحاجة، ولا تكتب ممازحة أو شيء مما يطمع فيها الرجال. وكذلك المكالمة بالتلفون مثل المكالمة بالمسافة، سواء تراعى فيها الآداب الشرعية والاحتياطات وأن تكون بقدر الحاجة. هذا جزاكم الله خير.